مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، احييكم في هذه السلسله الجديده من برنامج الصندوق الاسود. يسعدني ان ارحب بضيفي في هذه السلسله النائب العراقي فائق شيخ علي. مساء الخير استاذ فائق. مساء النور، اهلا استاذ عمر، حياك الله. يا هلا. في هالسلسله كونها اول سلسله في برنامج الصندوق الاسود اللي انا استضيف فيها شخصيه عراقيه، بكل تأكيد احنا راح نتوقف عن محطات كثيرة في هذه السلسلة معك سيد فائق، وراح نتحدث عن سيرتك الذاتية ومشاهداتك والمحطات المهمة اللي مريت عليها، لكن ايضا راح انتهز فرصة وجودك كونك ايضا كاتب وباحث ومؤرخ، وراح نتطرق الى قضايا عديدة تتعلق بالعراق بتاريخ العراق حتى نفهم اكثر ماذا جرى وماذا يجري في العراق. لكن اهم شيء قبل ما نبدأ تكون مستعد لفتح الصندوق الأسود. أشكرك أستاذ عمار، وهذه مبادرة رائعة حقيقة، ولأول مرة تحصل معي، رغم أنه كان أكو عرض واحد فقط من أحد الشخصيات العراقية لتسجيل حلقات تاريخية معينة، لكن بطريقة الصندوق الأسود وفتحه والحديث عن سيرة طويلة ربما اقتربت من 60 عاما من تاريخ العراق وسيرة ذاتية، هذه لأول مرة تحصل، ولذا يهمني جدا أن أوصي الأجيال الحالية والقادمة وأقول لهم بأن ما سأقوله هو مهم، وربما البعض منه لم يسمعوا به من قبل ولم يطلعوا عليه، وسأتحدث عن أسرار كثيرة طالما سئلت عنها خلال الحلقات، ولا أدري كم حلقة. أنا حريص على أن أوصل الحقيقة التاريخية إلى العالم العربي والعالم بشكل عام، لأننا يعني مقبلون في نهاية المطاف على موت حتمي، وأنا لا أعرف متى أموت، لكنه هذه السلسلة من الحلقات ستبقى تاريخا حقيقيا من شاهد على العصر لما جرى من ويلات ودمار، وأيضا في الجانب الآخر من سعادة في بعض الأحيان بالعراق ودول المنطقة. الله يعطيك طول العمر إن شاء الله والصحة والعافية. إذا نحن بالتفقيد على فتح الصندوق الأسود لفاق الشيخ علي. نعم. خلينا نبدا الان في البدايه نتكلم عن انت ولادتك سنه 63 في مدينه النجف. كلمني اول شيء عن الاسره، اسره فائق الشيخ علي. الاسره بالاساس يعني تعرف اني من مواليد 63، فما ملحق الا على جدي المباشر الشيخ عبد الله، اما ابوه وهو المرجع الكبير في النجف الشيخ علي متوفي سنه 61،
فلم أره، يعني مجرد أنه صورته كانت في البيت، أنه آية الله العظمى المرجع الديني الشيخ علي إلى آخره. هذا الكلام هو جد والدك؟ جد والدي المباشر كان مرجع في النجف الأشرف، وأستاذ في الحوزة كبير، ومات عن عمر كبير أيضا. فاللي رباني واللي عشت في جوه هو جدي المباشر والد والدي الشيخ عبد الله. فتقريبا يعني أغلب معلوماتي عن مرجعية الشيخ علي سواء من القراءة من الكتب أو من جدي الشيخ عبد الله، لأنه الشيخ عبد الله هو مواليد 1899 في النجف الأشرف، ومات توفي إلى رحمة الله في 1986 في الصيف. معمم كان معمما، لكن بعد وفاة أبيه في عام 51 ترك الحوزة والدراسة والتجأ إلى العمل العام، لكنه بقي محسوبا على الحوزة العلمية. فهو توفي في عام 86 عن 87 عاما، يعني عمره من 1899 إلى 1986. فأنا كنت يعني أعيش في بيته وفي كنفه وعلى كبره. أنا اللي أودي زور أبوه للمقبرة أو زياراته، طلعاته، روحاته، جياته، أنا أتكفل بكل شيء. يعني كنت في خدمته. كلمني على الدائرة الأضيق، الوالد والوالد. نبدأ أول شيء في الوالد، علاقتك فيه شلون كانت؟ ترتيبك في الأسرة شنو كان؟ ترتيبي في الأسرة الأول، وبعدي مباشرة كان كل ولد أو بنت تلده أمي يموت في مرض ما معروف، لأن والدتي كانت صغيرة يعني لما تزوجت. هي مواليد 1947 هذا الحقيقي، بالجنسية 45. طبعا الجناسي جنسيات في العراق كلها غير صحيحة. يمكن جنسيتي الوحيد أنا بالعراق مواليد 2-7-63، بينما كل الشعب العراقي لما جاء عبد الكريم قاسم عام 58 سوى مواليدهم 1-7، يعني قبلي بيوم، 1-7-60-63-59-48. فوالدتي مواليد 47 بالجنسية 45. شيخ عبد الله جدي مواليد 1899 بالجنسية 1905، وهكذا. والدك نعم والدتي. فأنا بنتكلم أول شيء في البداية عن والدك، علاقتك معاه شلون كانت؟ تزوج عام 61، أنا جيت إلى الدنيا عام 63. كانت علاقة رائعة كصديقين، لأنه لا يملك في البيت غيري. بقيت 7 سنوات أنا لوحدي، يعني أنا الكبير، كل اللي يأتي من بعدي يموت. ولذا في العادات والتقاليد العراقية تحديدا، بأن مثلا عملوا دقة هنا وشم، هذا في قشمي، يجوز في أنفي عفوا، ما يزال حتى الآن إذا تركز الكاميرا ربما موجود هذا وأنا صغير. يقولون حتى يعيش من بعدك الأولاد والبنات، على الأقل 6 ماتوا من بعدي. ثم جاءت 7 وهي بنت في عام 70، يعني الفارق بيني وبين الذي أتى من بعدي مباشرة وما يزال حيا إلى اليوم 7 سنوات. فكانت علاقتي بوالدي ووالدتي أكثر يعني علاقة الصديق. الوالد كان شخصيته، هل كان حازم، كان حاد، كان عصبي المزاج؟ أبي تعيشني في جو البيت، يعني منو اللي كان العصبي، منو اللي كان الهادي، ولا كلهم كانوا هادين؟ لا، الهادئ والذي لا يتكلم ونادرا ما يتكلم هو والدتي، أما الوالد لا، عصبي وحاد المزاج. ولذا فكنت دائما ألتجئ إلى جدي، وجدي عنده 50 حفيد، يعني شيخ عبد الله، لكن أكثر حفيد من أحفاده ومن أولاده يحب فائق، لأن أقرب الناس إليه، يعني كنت في خدمته. فهو طبعا يفضلني على الجميع، على البنات وعلى الأولاد وعلى كذا، فألتجئ إليه. ولذا كنت مدللا كذلك عند أبي، لكن عند جدي بالدرجة الأساس. وإذا تعرفت إلى كلام خشن أو شيء من هالنوع هذا فألتجئ إلى جدي. فكان بدون أن يعرف إيش هي القصة وشنو موضوع الخلاف كان يقف إلى جانبي ويصيح على ابنه. في يوم من الأيام أنا يعني استحيت من أبويا، فقلت له جدي هو ما مسوي شيء. قال لي عن أبوك؟ عن أبويا.
لأنه يعني هو والده تدري هذا، فسمع كلام خشن وحاد، فأني هذا بالأخير أبويا يعني، فقلت له جدي هو ما مسوي شيء، قال لي اسكت أنت مو شغلك، هو ابني مثل ما أنت ابنه. فأنا سكتت طبعا يعني هو أبوه يعني ما أقدر أعيش. فيقف إلى جانبي، ولذا كان والدي يتهيب مثلا أن يرفع يده علي أو أن يسمعني كلاما خشنا، يسمعني بعض الأحيان بس يعني يتردد، لأن يعرف النتيجة أنه أروح الجدي أشتكي عنده. أي طبعا. ولما أشتكي عنده تكون العقوبة قوية بحق والدي. طيب العلاقة مع الوالدة شلون كانت؟ صديقة كانت، لأن قلت لك هي صغيرة، مواليد 47، زوجت في عام 61 عمرها، يعني كم يعني 14 سنة، وأنا جيت في عام 63، فالفارق العمر بيني وبينها قليل جدا، فلذا كانت قريبة مني، يعني تحكي لي همها وأنا يعني ألتجو إليها لو عندي حاجة أو شيء. فيعني أذكرها دائما بخير من هالجانب، وهي التي علمتني القراءة والكتابة، لأن قلت لك أنا الوحيد عندها يعني لحد عمري 7 سنوات، فمن أنا وطفل هي تعلمني القراءة والكتابة والخط الجيد وكتابة الكلمة الصحيحة، وكانت يعني تجلس معي أيام بهذه الطريقة. طيب إذا أبي تعطيني صورة وتعطيني المشاهد صورة عن مدينة النجف، بما تحضرك من صور ومن ذاكرة في ذلك الوقت، شلون كانت مدينة النجف في الستينات؟ يعني أنا ولدت في بيت جدي الشيخ عبد الله في منطقة الحويش، وهي منطقة المراجع والعلماء والمدارس الدينية في السرداب. وبيوت النجف كانت وما تزال يعني نستطيع القول بأنها تتكون من 5 طوابق في سرداب عميق يسمو السن، وهو عميق ينزل 20 مترا تحت الأرض، وهذا يكون باردا جدا في الصيف وحارا في الشتاء، معروف هو درجة حرارته ثابتة لكنه الجو متغير. لما يكون السرداب بدرجة حرارة مثلا 20 مئوي، بالشتاء معروف النجف تحديدا تنزل إلى 0 مئوي، فلما تنزل إلى سرداب 20 مئوي طبعا حار. بالصيف تصعد درجة الحرارة إلى 50 مئوي، فلما تنزل إلى سرداب 20 مئوي يكون بارد، أي طبيعية. فأنا ولدت في هذا السرداب لأنه كان فصل صيف، هذا السرداب السن العميق، وهناك سرداب اللي هو الدرجة الأولى تنزل 10 سلالم أو 10 طبقات، يكون هذا في المستوى الأول. فإذا سرداب تحت ثم سرداب فوق، ثم سردابين، سردابين تحت الأرض ثم الأرض البيت أو هذا الحوش. متعارف عليه في بيوت النجف، في بيوتنا. وأنا الآن أصف بيوت النجف وربما يعني حتى كربلاء، وقد يكون أيضا الكاظمين يعني المراقد المقدسة، هكذا تبنى بيوتها. ثم الحوش سطح الدار، ثم الطابق الأول والطابق الثاني الأخير، فصير 3 طوابق، الثاني الأول الأرضي سردابين، فصير المجموع 5 طوابق. زين السؤال لماذا هذه الطوابق المتعددة؟ ليش؟ يعني على سبيل المثال في بيت جدي الشيخ علي كان الطابق الأخير ولديه مدخل خاص يسموه البراني، درج سلالم خاصة يصعد إليه، هذا كان خاص بدرسه وبعلمه وطلابه، فحينما يدخل الطلاب نحن لا نراهم في داخل الدار، عندهم مدخل منفصل، مدخل منفصل البراني يسموه، يصعدون مباشرة إلى درسهم وإلى أستاذهم. تحته بالطابق اللي تحته هي غرف يعني أحفاده اللي هم أعمامي يعني أو أولاده مثل الشيخ عبد الله تحتهم، حتى لا يمرون بأمرأة أو شيء. أما بيت العائلة والنساء راح يكون بالداخل وليس في البراني. الداخل نسميه الدخلاني إحنا، اللي هو تكون به العائلة والنساء والأطفال والكذا. فهاي البيوتات. ومن ميزات بيوتات المدن المقدسة وتحديدا مدينة النجف إنه في شبابيك نسميه أرسي، أو بالعربي الفصيح المشربيات، المشربية اللي هي الطل على الزقاق، لأن أزقة النجف والمدن المقدسة هي أزقة ضيقة من 2 إلى 3 أمتار،
وهاي هي اللي تحافظ على برودة الجو في الصيف تحديدا، الشمس لا تدخل إليها. فهناك مشربيات أو يعني هاي الأرسي احنا نسميه، هذا يفتح وتضع شراب المياه من الفخار في الصيف في هذا الأرسي، وهي فيها ماء يضربها الهواء فتتحول إلى ماء بارد. يعني هاي برادات كانت في الخمسينات والستينات على الأقل، يعني أنا عشت هذه لحد السبعينات، لأن كان جدي الشيخ عبد الله يرفض إدخال الثلاجة والتبريد والتكييف إلى البيت، ويقول هذه تحطم الأعصاب وتجعلكم كسالى، فيجب أن تبقوا كما أنتم تقبلون بطبيعة الله حتى تقومون صباحا تستيقظون من النوم فجرا للصلاة، ويعني تشتغلون وتعملون ولا تنامون تحت التبريد وتشربون ماء بارد وما أعرف، عيشوا على الطبيعة كما هي. طيب النجف كمدينة في ذلك الوقت، الحين قاعد نتكلم احنا مرة ثانية في فترة الستينات، كمدينة كانت تعتبر إذا بنقارنها يمكن في البصرة في ذلك الوقت، قد تكون البصرة متطورة أكثر، كانت مدينة فقيرة، شنو الاعتماد الأساسي على هذه المدينة مدينة النجف كان؟ أستطيع أن أقول مدينة غنية. غنية؟ أي، السبب لوجود مرقد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيها، ومراقد أنبياء أيضا، يعني مرقد هود وصالح أيضا موجود في النجف قريب من مرقد الإمام علي، مراقد صحابة قريبة من النجف وفي الكوفة أيضا، والكوفة بعد هاي يعني مشهورة أكثر من غيرها يعني كعاصمة وكمدينة للدولة الإسلامية كان لها دور كبير. فهناك زوار طوال السنة يأتون من جميع أنحاء العالم. أنت في النجف بالضبط مثلما تتمشى على سبيل المثال يعني لوجه المقارنة في شارع أوكسفورد ستريت وسط لندن، يعني ترى الأفريقي والهندي والباكستاني والعربي ومن أمريكا الجنوبية ومن أوروبا ومن جميع دول، هكذا مدينة النجف والمدن المقدسة على مدار السنة. على مدار السنة ترى الهندي والباكستاني والتركي والإيراني والأذربيجاني والتركمانستاني والعربي الخليجي الكويتي السعودي يعني القطري البحريني، تراهم يزورون مدينة نجف من جميع دول العالم. فلا تكون أنت بينهم منهم، إنما أنت النجفي الأصيل، إنما يعني تبان للعالم وكأنك غريب بين هؤلاء. فهذا على الأقل فترة يعني الخمسينات الستينات اللي أنا عشتها وأشوف كطفل يعني، والسبعينات كنت أشاهد هذه شخصية الشخصية العراقية النجفية. شنو تتميز عن غيرها من الشخصيات؟ يعني هل أكو فرق بين العراقي النجفي عن العراقي اللي من كربلاء أو العراقي اللي من الموصل أو العراقي اللي من بغداد، ولا لا في النهاية هم نفسي ماكو اختلاف؟ لا، هنالك فرق أو فارق كبير أرجو أن لا يتحسس منه العراقيون. يعني مثلا على سبيل المثال لو قلت الآن جزافا بأن النجفي شجاع، فهل معنى هذا بأن ابن البصرة أو ابن الموصل غير شجاع؟ الجواب كلا، أيضا شجاع، لكن راح نعطي يعني مميزات للشخص النجفي بسبب الطبيعة التي تتحكم به يعني، والمدينة، وجود مرقد الإمام علي بحد ذاته يضيف شجاعة إلى شجاعة العراقي، يضيف شجاعة للنجفي، لأن النجفي لما يمشي في الشارع أو يعني يتغنى ببطولات وشجاعة وأمجاد علي بن أبي طالب، ولهذا أبناء المحافظات الأخرى يطلقون على النجفيين أولاد علي. فإذا هذا عنصر الشجاعة يعني موجود عند الشخصية النجفية، وليس معناه بأنه أبناء المحافظات والمدن الأخرى غير شجعان، لا، هذولاك أيضا يمتازون بالبسالة والقتال والشجاعة منتين منها، بس الآن أنا أتحدث عن الشخصية النجفية. الطابع الآخر، الشخصية النجفية قد تكون قاسية بوجود الصحراء،
لأن النجف هضبة عالية تشرف على الصحراء التي تؤدي إلى السعودية، إلى عرعر ورفحة. هاي الصحراء الشاسعة مئات الكيلومترات، هاي كلها صحراء. فالوضع يختلف عن البصرة اللي مثلا هي معروفة بالزراعة والنخيل أكيد، ويختلف أيضا يعني عن أي محافظة أخرى، يختلف عن كركوك وعن الموصل وعن مدن كردستان وعن بغداد وعن يعني مدينة هضبة عالية الماء لا يصل إليها، كلما حاولوا أن يشقوا من نهر الفرات ترعة ليوصل الماء إلى مدينة النجف تفشل، لأن المدينة عالية مرتفعة، فلذا يعتمد أهل النجف على الآبار. وفي نفس الوقت هذه الهضبة تشرف على تحتها هناك بحر، وهذا البحر جف قبل 140 سنة تقريبا، يعني الآن جاف. في بعض المواسم هذه الأيام يعود البحر، تعود المياه، ولذا يقولون الآن في هذه الفترة دعونا نستثمر في بحر النجف، لأنه مشاهد طبيعية وجميلة جدا خلابة في هذا البحر. كانت بحرا في يوم ما وجف، وهذا البحر هو يمتد عبر الصحراء، وصحراء طبيعة الصحراء تعطي قساوة للقلب. أيضا نقطة ثالثة يحملها النجفي وهي متناقضة مع القساوة يعني والشجاعة، وهو أنه الثقافة والتفهم بأثناء النقاش. لماذا؟ لأن النجف مدينة علم، وكل كتاب حتى لو كان ممنوعا في أي دولة بالعالم أول ما يدخل للنجف ويقرأ من قبل القارئ النجفي، والنجفيون يلتهمون الكتاب التهاما، يقرؤون كلهم، بزاز، بقال، عطار، قصاب، تجده شاعرا عند ديوان شعر، الكل يقرأ، الكل يقرأ. فلا يوجد كتاب أفرض يكتبه، فرضيات من عندي على الأقل، إحنا الجيل اللي يكتبه العقاد أو طه حسين أو إلا ودخل للنجف فقرأ، يقرؤون لجبران، يقرؤون لجرج زيدان، يقرؤون. ناهيك عن كتب التاريخ والكتب الدينية والتفاسير وشرح نهج البلاغة لابن أبي العديد وغيره وكتب الحديث، وكل هذه تقرأ في مدينة النجف، وكل بيت نجفي يعني إذا مو كل قد يكون مبالغة، السمة الأعم الأغلب أنه فيه مكتبة مصغرة. لما تدخل إلى بيت نجفي أما مكتبة كبيرة عامرة أو مكتبة صغيرة فيها 100-200 كتاب يقرأها الشباب، فهي مدينة خلاقة، ومنها انبثقت الكثير من الأحزاب وقيادات الأحزاب. طيب هذا بكل تأكيد إن شاء الله راح نتوقف عنده لمن، لكن بما نحن أنت أشرت إلى موضوع أن في كل بيت يوجد هناك مكتبة صغيرة ومكتبة كبيرة، أرجع مرة ثانية إلى بيت فاق الشيخ علي. كلمني هني عن يعني إذا استحضرنا أن جدك لأبيك كان مرجع تقليد، وأيضا جدك المباشر كان أيضا كان معمم إلى فترة معينة، فمعناته البيت كان الجو العام اللي فيه كان جو ديني، جو ملتزم. صحيح. كلمني عن الأجواء هذه، عيشني الصورة أكثر. أعيشك الصورة كالآتي، يعني كان الشيخ عبد الله، وحديثنا عن الشيخ عبد الله لأنه كمعاصر يعني أنا له، أما الشيخ علي فأسمع جدي الشيخ عبد الله يقول إنه الشيخ علي كان دائما فوق في مثل ما كلمتك بالبراني، يعني هناك بالطابق الثاني دائما يتواجد هناك، يعني أغلب وقته ما ينزل إلى حوش الدار أو الطابق الأرضي من البيت، مشغول في دراسته مع طلبته، حتى ينام ليلا همات في يعني أيضا في غرفته هناك أغلب وقته. لكن على الأقل أنا أجواء الستينات والسبعينات اللي عشتها، الشيخ عبد الله يفترش يعني فراشا في داخل الحوش وهو ينام فيه ويقعد فيه ويشتغل عليه وكذا، ويستيقظ قبل الأذان، هو مبرمج يعني عقله ودماغه يجلس قبل الأذان صباحا،
لأنه الدليل لما يقف عند المغسلة، والمغسلة هي موجودة في حوش الدار، كل إحنا نشاهدها من غرفنا أو من أن نشاهد هذه المغسلة ونسمع صوت الماء، يعني لما يقف يتوضأ في الساعة الرابعة فجرا أو الخامسة فجرا بعد وضوئه بخمس دقائق يؤذن المؤذن، ولما يؤذن المؤذن في مرقد الإمام علي لا يبعد عن بيتنا سوى 200 متر، قريب معناته 200 متر بالضبط، فوكأن السماعة يعني أو مكبرة الصوت هي في بيتنا حينما يصيح الله أكبر. فيقف شيخ عبد الله يعني يصلي قبل الأذان، ثم لما يحل الأذان يصلي صلاة الصبح، ثم يخرج إلى عمله. هذا أنا عشت سنين يعني، ويوقظ من في الدار، هو واقف في الحوش في صحن الدار يصيح بالأسماء يعني على أولادي مثلا، إن يقوموا للصلاة. أيه لازم لازم، الأولاد الأحفاد البنات النساء، أيه يعني على جدتي مثله، لأنه هي هم تقعد بدون ما يصيح، بس يعني قد يكون بعض الأحيان امرأة تتأخر لسبب ما، فيتوضأ ويقف يصلي ثم يقرأ القرآن وكذا ويطلع لشغل هذا ومن يجي الظهر قبل أن يقول سلام عليكم، مجرد أن ينزع السترة وملابسه يقف يتوضأ، لأنه الصلاة قد حكمت، هو مع الصلاة يدخل إلى البيت، وهكذا المغرب. يعني فهذا البيت هذا الطابع الذي عشت فيه، إنه كان جو ديني، جو ديني، صلاة، عبادة، حقوق شرعية، لا يرضى بالناقصة والعمل السيء والاعتداء والكذا، كل هذا يجبه ويرفضه، ويربينا دائما على القول الحسن، على التصرف الحسن، على كنا نشعر بأنه مصدر قوة لنا يعني. فهكذا تربينا في هذا الدار. مدينة النجف إحدى أكثر المدن الإسلامية عراقة وشهرة في العلم والفقه منذ بداية الفتوحات الإسلامية، يومها ملايين المسلمين وبخاصة الشيعة سنويا لزيارة العتبات المقدسة، حيث حصة آل البيت كبيرة في أرض العراق. هنا يرقد الإمام علي كرم الله وجهه ابن عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الإمام علي الذي اغتيل غدرا في الكوفة عام 40 للهجرة في فترة انشغل فيها في تحقيق وحدة كلمة المسلمين. ويعتقد البعض أن الضريح يحتوي أيضا على عظام سيدنا آدم وسيدنا نوح عليهما السلام. في مدينة الكوفة المجاورة للنجف يوجد مسجد الكوفة الذي بني في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه عام 17 للهجرة قبل نقل علي مركز الخلافة إلى الكوفة عام 36 هجرية، وقبل أن يقتل فيها على يد الفارسي عبد الله بن ملجم داخل هذا المحراب أثناء أدائه للصلاة. احتضان العراق لمراقد ثلة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يعطيه ميزة دينية وروحية ينفرد فيها. طيب صفاق، احنا يعني بما أننا لازلنا في مدينة النجف وقاعد نحاول قدر المستطاع نعيش في ذلك الوقت ومن خلال الصورة اللي أنت قاعد ترسمها لنا نفهم أكثر طبيعة المنطقة أو طبيعة المدينة، بما أنها هي مدينة يعني الطابع العام لها هو طابع ديني، وأنت ذكرت أنها هي منطقة الحويش اللي أنت ولدت فيها، هي المنطقة اللي فيها مراجع التقليد اللي كانوا موجودين هناك، وتعتبر يمكن مدينة النجف هي المنطقة أو المدينة الأبرز اللي يعني تمثل مكان خلينا نقول المرجعية الدينية. بيوتات المرجعية في منطقة النجف أو في مدينة النجف، منو اللي كان الأبرز؟ شنو كان طبيعتها؟ شنو اللي يميزها عن البيوتات الأخرى؟ إذا أيضا تعطينا تعيشنا الجو. بيوتات المراجع كانت يعني ليس كما يظنها البعض من الخارج. من الخارج لما تمر أنت في الزقاق تجد بيتا لا يختلف عن أي بيت من البيوتات في المنطقة، لكن بيوتات الكبار والتجار والمراجع لما تدخل إليها في الداخل، طبعا البعض ولا أقول كل المراجع، لأنه يعني بعض المراجع قبل يعيش حال بيوتات الناس الآخرين، لكن الكثير من المراجع لا، عاش في بيوتات ضخمة وكبيرة
راح أعطيك مثلا دليل واحد حتى تكون أنت بالصورة الآن كيف أبرهن على صحة هذا الكلام. الآن البيت الذي سكن فيه السيد الخميني في الستينات الآن رحل من العراق عام 78، تحول إلى متحف مفتوح الناس تزوره. حينما تذهب بكاميرتك إلى هذا المتحف ستجده يختلف عن بقية البيوتات من حيث الوسع، من حيث عدد الغرف، من حيث البناء، من حيث المرافق الموجودة فيه، أقصد المرافق كمطبخ كبير، كحمام كبير، يعني تواليتات كذا موزع، يعني يختلف عن البيوت الأخرى المجاورة. يعني هذا أحد المراجع. يعني أيضا إحنا كان المجاور يعني مقابل بيتنا باب بالباب السيد يوسف ابن السيد محسن الحكيم، وهو أيضا أحد المراجع، وعلى الأقل أبوه كان مرجعا في الستينات حتى عام 70، فهذا أيضا يختلف يختلف من حيث البناء الداخلي، من حيث في الداخل البناء واسع وكبير وبيت بمعنى الكلمة. يعني مثل ما أنت تسكن بيت خارج مدينة النجف مساحة 500-600 متر، هاي البيوتات اللي على الأقل أنا شايفها بعيني وعشت فيها، ولا أتحدث عن بيوت فقط متخيلة لا أعرفها ولا أبدا. طيب بقية البيوت، بقية البيوت عادية، لأن أغلب بيوت الأحياء النجفية القديمة معدل المساحة 100-120 متر، 80 متر، حتى أكو بعض البيوت ربما 60-70 متر. يعني والناس هي أتكلم عن تقريبا على الطبقة الدينية، خلينا نقول يعني الطبقة الدينية لا، بيوت أكثر رفاهية أكبر إيه بعضها، لكنه البعض الآخر مثل ما أنا قدمت قبل شوية لا، يعيش في بيوت عادية. في جميع الأحوال حينما تدخل إلى الأزقة والشوارع المدينة القديمة البيوت من الخارج تتشابه، لا يوجد أي فارق بين بيت وبيت ولا أي مميزات، تتشابه. لكن لما تدخل لا، اختلف الوضع. وطبعا هكذا بالنسبة لبعض حكام مدينة النجف، المقصود بالحكام من شيوخ العشائر الكبار اللي هم يحكمون النجف من قديم الزمان، أيضا بيوت كبيرة، تجار النجف. على موضوع التجار أنا كان هذا السؤال، أنت أشرت في سياق الكلام إلى تجار النجف. الطبقة اللي موجودة أكثرها في النجف هم هي طبقة العلماء، علماء الدين، ولا أيضا معروف النجف أن فيها أيضا شريحة من التجار العراقيين. صحيح، الطبقة الأولى والطابع الغالب هم علماء الدين ورجال الدين وطلبة العلوم الدينية، هذا الطابع الغالب عن مدينة النجف. لكن معروف عن هذه المدينة بأنها مدينة تجارية وفيها كبار التجار، التجار الذين يشتغلون عبر الصحراء، يعني عبر الصحراء مع المملكة العربية السعودية. يعني نحن نعرف عرعر ورفحة وسكاكة وحفر الباطن وعنيزة وبريدة والقصيم والرياض، وذني كل نعرفهم قبل أن ندرسهم أو يعني نسمع بهم. ليش؟ لأنه تجار النجف يتاجرون معها. من أبرز العائلات التجارية وأبرز تجار النجف يعني اللي معروفين؟ بيت شنون، بيت مرزة، أيضا أحد كبار التجار اللي يتعاطى عبر الصحراء عمي الكبير اللي هو الحاج تقي، يعني يسموه أبو رزاق، معروف هذا مواليد 1928، يعني عمره 92 سنة موجود حي يرزق حتى الآن، وهذا من كبار التجار ويمتلك سيارات. ما هو السبب في أن هؤلاء يتاجرون مع الصحراء؟ لأنه من أربعينات القرن الماضي والخمسينات يمتلكون سيارات حمولات كثيرة، يعني من ذاك الوقت. فهاي السيارات هي اللي تنقل البضاعة من النجف إلى الصحراء إلى المدن. زين، طيب لماذا النجف وليس منطقة أخرى؟ لأن النجف محاطة بقرى وأرياف تزرع الحنطة والشعير، الحنطة، القمح والشعير. فيأتي هذا، أنا كنت أشوف في عيني على الأباعر، على الأباعر حمولات، على الأباعر قوافل، كل 100 بعير 200 بعير أكثر تأتي القوافل من هاي الحنطة والشعير في الستينات أتحدث، تأتي إلى سوق المناخة في النجف
كنت أروح مع والدي وأرى بعيني سوق المناخ. المناخ يعني هو مناخ البعير الذي ينوخ فيه، يعني هذا يسموه، هو سميت المناخ لكثرة الأباعر التي ترد إليه. هذه في القمة ثم تشرف على الصحراء المؤدية إلى السعودية. يعني السيارة تأخذ من البعير هذه الحمولات القمح وغيرها على اعتبار المناطق المحيطة بالنجف، طبعا بالإضافة إلى الشلب وهو الرز. تمتاز النجف في منطقة الشامية القريبة جدا من النجف والشنافية بالعنبر، رز العنبر المشهور في ذلك الوقت وما يزال حتى الآن موجود، لكن خف طعمه مو مثل قبل 70-80 سنة. فالنجف داخل منطقة زراعية محيطة، وأيضا إلى جانب النجف تبعد عنها 10 كيلومترات الكوفة ونهر الفرات، فبساتين التمر وآلاف النخيل يعني تعتبر منافسة. الكوفة تأتي بعد البصرة وأبو الخصيب وكذا من حيث الإنتاج والغزارة بالتمور، تمور والفواكه والخضروات. الخضروات تأتي في بحر النجف لأنه فيها بساتين في البحر اللي ينزل من الهضبة مباشرة. فالصورة اللي موجودة عن مدينة النجف إن هي فقط مدينة دينية مش دقيقة، هي مدينة دينية وتجارية، تجارية درجة أولى، لأنه كل هذه التجارة، كل هذه البضائع، كل هذا النتاج الزراعي يأتي إلى مدينة النجف، ومن النجف يعاد تصديره أما إلى خارج العراق أو إلى داخل العراق، يعني إلى المدن الأخرى التي هي بحاجة إلى التمور، الفواكه، الخضروات، إلى الرز، القمح، الشعير، تصدر من مدينة النجف ثم إلى الصحراء ودول الخليج وبما فيها الكويت أيضا. لأن أنا ذكرت عمي حج تقي كان الرجل يعني شريكا مع الكويتيين في الخمسينات والستينات وحتى السبعينات، انتهت الشراكة عام 80. مع منو كان شريك؟ هنا شركاء كويتيين منو يعني هو يتاجر معهم عدد منهم، بس لا أريد يعني معروفين ولا؟ أي طبعا تجار معروفين، يصدر لهم بضاعة، يصدر لهم فواكه وخضروات اللي هم منو التجار وأكثر. أتوا هسه هنا دقيقة مو هذا، ما أريد أذكر فد اسم معين وقد يكون يطلع خطأ أو شيء. إلى الشبرات هنا اللي موجودة ويتحكم بها التجار يصدر لهم الرقي والبطيخ وبقية الفواكه في موسم الصيف من النجف، كان يبعثه للكويت يعني فترة الخمسينات والستينات سبعينات لحد عام 1900 يعني لو 83 لو 84 وتوقف أعتقد يعني لحد هذا التاريخ. ولما كان يشتري سيارات هو أغلب شيء من العراق يشتري سيارات الحمل، لكن لما انتقل العراق إلى نظام اشتراكي بدأ يشتري سيارات المرسيدس للحمولة من هنا من الكويت، يشتريهم من الكويت، من الكويت ويأخذهم على العراق إلى العراق. أي نعم، لأن يحتاج هذه السيارات للتصدير، تصدير البضائع إلى الدول. طيب نرجع نتكلم مرة ثانية عن فاغ الشيخ علي. الدراسة الابتدائي والإعدادي والثانوي كلها كانت في مدينة النجف. نعم. بشكل سريع نبي نتوقف عند في أي مدرسة كنت، شنو المحطات المهمة اللي تستحق ان احنا نذكرها الان في المرحله الدراسيه لفاق الشيخ علي في الابتدائي بعدين الاعدادي والثانوي؟ مثلا بالابتدائيه اول سنه لما سجلت يعني في عام 69، في عام 68 والدتي اخذتني، لان قلت لك انا في بيت جدي بالحويش، الى اقرب مدرسه تبعد عن بيتنا اقل من 100 متر اسمها المحمديه، فرادت تسجلني. المدير قال لها عمره 5 سنوات ما يصير صغير. أي صغير، وكان استوى انقلاب يعني لتوه انقلاب البعث الثاني عام 68، وجاءوا بقوانين شديدة وأنه الطالب يجب أن يكون عمره 6 سنوات حتى يقبل في المدرسة. فوالدتي قالت للمدير امتحنه يعرف يقرأ ويكتب على اعتبار هي مدرستني، فقال لها لا أنه القانون جيبي في العام القادم. فعام 69 سجلتني في مدرسة المحمدية وبقينا سنة حتى عام 70. هنا والدي وبيت جدي صار لا يتسع يعني لأكثر، أولاده بدوا يعني يزوجون ويزيدون وبحاجة إلى غرف وكذا، فخرجنا من هذا البيت، انتقلنا إلى منطقة تبعد عن الحويش يعني مسافة اسمها خان المخضر، وهو الخان الذي يمتلكه الحاج تقي عمي اللي قلت لك من عنده يصدر البضاعة إلى الكويت ودول الخليج.
مثل الشبرة يبيعون بيه الفواكه والخضروات، اسمه خان المخضر الخضروات يعني. انتقلنا إلى هذه المنطقة، هي حي فيها خان للمخضر وبيوتات، حي يعني انتقلنا. فانتقلت إلى مدرسة اسمها جنين، وهي عندي غاية بذكرها يعني. جنين هي مدينة فلسطينية معروفة، وأنا في الصف الثاني يعني عام ابتدائي عام 70. لم أبقى في جنين إلا سنة واحدة، ونقلت جنين إلى منطقة بعيدة. فكانت المدرسة المرادفة التي يعني تداوم نصف الدوام مع جنين اسمها فلسطين، فانتقلت إلى فلسطين على اعتبار جنين وفلسطين قرب بيتنا ملاصقة لنا تماما. فانتقلت إلى فلسطين، ومدرسة فلسطين هاي قصة، لأنه دفعنا ثمنا، والآن بدأنا في السبعينات وتم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، وصار ياسر عرفات رئيس المنظمة، فأنا صرت أدفع ثمنا باهظا جراء مدرستي فلسطين. في اتجاه إنه التبرع الأسبوعي بربع دينار إجباري إلي أنا وحوالي 20 طالب. إحنا يقولون عنا أولاد أغنياء، إحنا ما أولاد أغنياء يعني، ناس متوسطين الحال، بس هكذا يتهمونا بأنه يعني إدارة المدرسة فرضت على الطلبة، إحنا ما نبي نقول أغنياء، الطلبة الميسورين الحال بالضبط هكذا، ربع دينار أسبوعياً تدفع دعما للقضية الفلسطينية. هو كم كان مصروفك؟ اليوم 100 فلس يعني، الربع دينار. فأنت الربع دينار يعني في خمسة أيام تخلصهم؟ لا، الربع دينار 250 فلسا بالضبط، مثل الدينار الكويتي يعني. يعني أنت على نهاية الأسبوع الربع دينار هو أصلا يعني مصروفك كله يروح لل يعني هو مصروفي الأسبوعي، أفرض يعني مثلا ثلاث أرباع الدينار 750 فلس أو دينار يعني، مثلا خلينا نقول هكذا، جاي أحكي مطلع السبعينات يعني. بس أنا اللي أفهم منك أن موضوع القضية الفلسطينية في السبعينات وأنت في بداية يعني لازلت كنت يعني في الابتدائي، لازلت طفل يعني، لا صحيح. كانت حاضرة القضية الفلسطينية، حاضرة معي وتعيش. أنا في مدرسة اسمها فلسطين تعيش معي، ومطلوب مني يوم الخميس أجيب ربع دينار أسلمه للمدير. والكارثة أنه مديرنا هذا يعني، راح أذكر هاي القصة حتى تاريخ لا ينسى، مهم جدا. مديرنا كان بعثيا كبيرا وشديدا، واسمه عبد الزهر الحداد، وكان هذا إذا ما أنطي ربع دينار ربما يضربني. مو بس لي، أقصد إحنا يعني عدد من الطلبة اللي مطلوب من عندنا أن نعطي هذا الربع دينار، وغيرنا يتبرع مثلا درهم 50 فلس 100 فلس مثلا يعني، أقل من الربع دينار. لكن إحنا 20 25 واحد 15 واحد مطلوب من عندنا أنه أسبوعيا هذا الربع دينار، فكان شديد، وأول ما يوصل ها وين فننطي فلوس. هذا كان بعثي في عام 1980، سفره صدام حسين إلى إيران بتهمة التبعية الإيرانية. وأنا حينما زرت إيران في عام 92، كان أول سؤالي أريد أن أرى مديري في السبعينات عبد الزهر الحداد كيف حل به الدهر. وحينما رأيته غرورقت الدموع في عيني على بؤسه وحالته ووضعه في إيران في دولة آباد، لأنه كان شخص معي قال لي أنت تلح هواية تريد تشوف عبد الزهر الحداد مديرك السابق إيش عندك ويا. قلت له أمنيتي يعني أشوفه. فمررنا في سوق في مدينة دولة آباد، في حي دولة آباد، وكان هذا السوق يعني من جانب يمين ويسار وبالمنتصف حديقة، فنحن كنا نمشي في الجانب الأيسر. فقال لي أتنظر إلى ذلك الرجل الجالس على الكرسي في الجانب الأيمن؟ انظر إليه. انظرت إليه، قلت له إيه نعم أراه، أشوف إيش فيه. قال هو هذا عبد الزهر الحداد. طبعا الصورة اللي كانت عندك اللي هي السابق ذاك الشديد والبعث القاسي، الرجل الشاب الطويل الجميل القوي كنت تخافون منه وتهابون نعم منه. الذي يمسك بيده عصا ويضرب الطلبة ويجبر الطلبة على التبرع وعلى الكذا.
أنا في داخلي قلت له هاي نهاية القضية الفلسطينية ودفاعك عن العروبة والقومية العربية وحزب البعث ووحدة حرية اشتراكية وأمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. بالأخير صدام حسين يسفرك إلى إيران ويقول لك أنت عجمي مو عربي ولا عراقي وكذا، وبعدين أنت العجمي قاعد في سوق دولة آباد على كرسي تطلب شاي من الغفلوس، شاي ما عندك. هاي هي النتيجة، نتيجة النضال. شفادك البعث؟ هذا بيني وبين نفسي، لكنني لم أجرؤ على التحدث معه يعني احتراما رأفة به. طيب هذه كانت مرحلة الابتدائي. المتوسط؟ الابتدائية هكذا إلى أن صرنا بالمتوسطة. بدأ الآن بالمتوسطة في أواسط السبعينات التبعيث وإجبار الطلبة على التبعيث في أواسط السبعينات. لما نقول التبعيث تقصد هني خلاص حزب البعث وصل و... نعم، بدأ عملية تبعيث الطلبة في أيام أحمد حسن البكر، يعني 76 77 78 هالشكل بدأ هذا. فيدربون الطلبة، طلبة المتوسطة، على القتال والرمي بالبرنو. كانوا في المدرسة؟ لا، يأخذون إلى الحامية العسكرية اللي يتدرب فيها الجنود. بس اشرح لي والسادة المشاهدين، لما نقول احنا تبعيث الطلبة شلون كانت؟ هل يتم اختيارهم بشكل عشوائي الطلبة؟ هل كل طلبة المدرسة؟ كل الطلبة يجب أن يوقعوا. كل طلبة المدرسة؟ كل طلبة المدرسة يجب أن يوقعوا يكونوا بعثيين. لكن اللي يرفض، أنا أتحدث الآن في أواسط السبعينات، الوسط الثاني من العقد السبعيني، يعني من 76 إلى عام 79، من يرفض أن يعني يوقع ويكون بعثيا لا يعملوا له شيء سوى بعض المضايقات بالكلام، أو المدير مثلا يبعث عليه ويسأله ليش أنت عندك موقف من الدولة من الحزب والسلطة والكذا هاي، لكنه كأفرض إعدام أو طرد من المدرسة أو هذا ما يفعلوه في زمن البكر. كان فكان ايه؟ اختياري تقريبا، اختيار بضغط، سياسة الترغيب والترهيب. فعملوا هنا جيلين، جيل الطلائع اللي هو البدلة العسكرية الزرقاء المرقطة لأطفال الابتدائية. احنا المتوسطة والإعدادية يسمونها الفتوة. الفتوة هي البدلة العسكرية المرقطة، ليس باللون الأزرق، مع الابتدائية اللون أزرق، احنا اللون اللي هو البني، ويدربون على السلاح. بالابتدائية لا تدريب على السلاح، في المتوسطة والإعدادية في العطلة الصيفية تدريب على السلاح وتبعيث. هاي السياسة التي استخدمت. لكن إذا سمحت لي أستاذ عمار، أنه كان التعليم في ذلك الوقت من أرقى أنواع التعليم، وكان هناك تغذية مدرسية صباحية للطلبة حتى في الابتدائية، يعني أقصد في الستينات والسبعينات تغذية مدرسية، وكان هناك صحة يعني دائما تلقيحات، جدري كوليرا ضد الجدري ضد الكوليرا، تراخومة بالعيون كذا تلقيحات. وإذا مرض طالب يأخذوا للمستوصف العائدة إلى طلبة المدارس. في اهتمام، خلينا نقول، من الدولة في المدارس والتعليم. اهتمام كبير وجهود جبارة يبذلها المعلمون والمدرسون في المتوسطة والإعدادية، يعني والمدرسون والأساتذة. وكنا نشعر بأنه المعلم أو المدرس، المعلم مرحلة الابتدائية، المدرس المرحلة ما بعد الابتدائية وهي المتوسطة والثانوية، نشعر بأنه الأب الثاني هو، في لأن أنت تقضي معه في المدرسة 4-5 ساعات، فبمثابة أبوك هو دائما يعني معك وكذا، ويسأل ودنا أنت تراه أكثر مما ترى مثلا أباك أو أمك يعني في داخل البيت وشي. بس هني إذا بعد تشرح لي أو تعطيني صورة أكثر، في العطلة الصيفية لما كانوا يأخذونكم حق المعسكرات، هل يعني ساعات وترجعون البيت؟ هل يقيمون لكم مخيم وتقعدون هناك لفترة يعني أيام؟ يعني أعطني بعض الصور والمشاهد. لا، أكو نوعين. أكو مخيم كشفي كانوا يقيموه خارج محافظاتنا، الروح بسفرات طلبة المدرسة يروحون في سفرة بمخيم كشفي خارج المحافظة، وهو عبارة مثلا أفرض إحنا بالنجف نروح إلى محافظة بابل أو كربلاء، وهو عبارة عن خيام وكذا، ونعيش في هذه الخيام كأنما نظام الجندية والعسكرية.
هذا يسموه مخيم كشفي. هذا كل سنة كان يصير؟ هذا كل سنة بس كبر المدة تقريبا؟ مو هذا الروح يعني لمدة أسبوع. أسبوع؟ إيه، لكنه ليس إجباريا يعني. أغلب الأولاد والشباب يودون أن يروحون حتى للتدريب العسكري، يقول لك أنا أريد أتعلم يعني، يفيدني هذا، هذا يسويني رجل. وبالنسبة للتدريبات العسكرية لا، كانت على مثابة شهر كامل بشكل يومي، لكن في داخل المدينة في معسكر خاص داخل المدينة من ساعات محددة. يعني أنت تيجي من ساعة محددة، نفترض بس مش في وقت الدراسة، في وقت العطلة الصيفية، في وقت العطلة من 8 صباحا إلى 12 ظهرا، 4 ساعات أنت تتدرب على السلاح واليس يم وهذا العربات والطراد والكذا، ذني كلهن والركض يعني أقصد طراد قلت بالعراقية تتدرب على هذه كلها، ثم تعود إلى البيت وهكذا تأتي في اليوم التالي. لكن أنت مميز بملابسك المرقطة التي ترتديها ذهابا وإيابا، السلاح موجود في داخل المعسكر، تذهب وتأتي من دون سلاح. حينما تأتي للمعسكر يسلموك السلاح، وهناك عريف وضابط يدربوك، وفي يوم الرمي يأخذون إلى مكان منعزل بحيث أنه لا يمر فيه بشر، وتوضع تكون فيه تدريب ميداني، تدريب ميداني، وتبدأ عملية الرمي. حينما ننتهي من الرمي تكون الدورة أو الوجبة قد تخرجت أو انتهت من هذه المسؤولية، يعني أنه إحنا تدربنا على حمل السلاح. كان هذا الأمر.